والله انا رحت بتترد لما بشوف سعادتك. طمني عليك. الحمد لله زفت. ليه بس؟ ما انت زي الفل اهو. فل من بره يا باشا، انا من جوه خربان. خربان ازاي وانت نجحت بامتياز وعرفت تضحك عليهم؟ انا كان بيني وبين الموت ساعات سعادتك. طيب اهدى بس، اهدى واحكي لي من ساعه ما خدوك من الشارع. في سعادتك، اول ما ركبت شلوا غطا من على عينيا وودوني مكان كده ملوش اي معالم، صوت حد قاعد يسال فيا اسئله ملهاش اول من اخر. صوت؟ صوت صوت بس ولا حد ظهر بعد كده؟ لا يا باشا، صوت بس. واللغة؟ عربي. اللهجة؟ هو كان بيحاول يعمل مصري بس هو مش مصري. طب والأسئلة اللي اتسألت ليها علاقة بينا؟ في الآخر مش في الأول يا باشا. آخر إيه؟ ما هم جابوا لي حقنة وادوها لي وقالوا إن فيها سم هيموتني في خلال ساعتين لو ما اعترفتش إن اللواء جلال المخابرات وإن أنا شغال معاه وهو اللي بعتني. هما كانوا فاكرين إن اللواء جلال مخابرات؟ أيوة سعادتك. وجابوا لي إزازة صغيرة كده وقالوا لي إن ده ترياق للسم هيبطل مفعوله بس لو اعترفت. وبعدين؟ أول ما خدت الحقنة يا باشا جارك الله على جرالي رعشة وتشنكت ابتديت أسرح في أمي وأختي وعلي. وأنت؟ أنا شفتك يا باشا، شفتك وأنت بتنفذ وصيتي وبتقول لعلي ابني أبوك مات بطل يا علي. وعايز تكمل يا عمر؟ تصدق وتنبي لا إله إلا الله. اللحظة اللي شفتك واقف فيها مع علي يا باشا هي اللي خلتني أكمل. ثبتتني. وبعدين قلت يعني وأنا عاوز إيه من الدنيا أكتر من كده؟ أنا خلاص بقيت كبير في عين ابني. واللي معرفتش أعمله وأنا عايش أو هيحصل وأنا ميت. هتعيش يا عمر إن شاء الله. كمل. بس يا باشا بعد كده فقت لقيت نفسي مرمي في الشارع على الرصيف. داني كان عايز يتأكد إنك سليم. شوية شاي بقى؟ شوية شاي يا باشا. معلومة الكاميرات اللي هتتركب في المحافظة دي خلت داني سابق الزمن وعايز يجندك بسرعة. فعلا اللي حصل. بدأ يلعبني النهاردة لما شافني مع سعادتك. وقال لك إن هو اللي ورا خطفك؟ عمل عبيط بس انا سايرته. ازاي؟ يعني بس لما سالني ما عرفتش مين اللي خطفك قلت له زي ما قالوا لي مخابرات. وهم قالوا لك كده؟ ايوه سعادتك. وهو كان رد فعله ايه؟ قال لي انا هعرف مين اللي عمل كده وما تقلقش انا حسابي معاهم هيبقى عسير ومش هسيبهم. بس انا بقى يا باشا عملت سبع رجاله في بعض قلت له عرف لي بس هم مين وسيب لي انا الطلعه دي. وبعدين؟ وبعدين رجع اتكلم في الشغل يا باشا. بس المرة دي بقى دخل في الغويط وطلب ان المعلومات اللي اجيبها له بعد كده تبقى صوت وصورة. تسلم يا باشا. هو عايزك تجيب له اللي هيتسجل في الاماكن اللي هتركب فيها الكاميرات. ايه ده يا باشا؟ ده اكنك كنت قاعد معانا. ما هو ده اللي احنا عايزين نوصل له. كمل. بس وبعد كده يا باشا قعد يهزر هزار سخيف قال ايه؟ انه اسرائيلي وبيشتغل مع الموساد وبيجندوني. خبط لزق كده؟ اه وفجاه لقيته بيضحك وبيقول لي شفت اتخدت ازاي؟ بيجس نبضك. وقال لي كمان انه هيديني فلوس كتير قوي يا باشا لو بعت له التسجيلات دي. وانه هيمرني ازاي ادخل واخرج في الاماكن اللي هركب فيها كاميرات من غير ما حد يحس. قال لك انه هيمرنك ولا هيسهل لك؟ هيمرني. متاكد؟ هيمرني يا باشا. وفي ايه ساعتك؟ اصل هيمرنك دي تبقى عادي انما هيسهل لك او هيساعدك ده معناه ان ليهم شبكه في مصر. هيمرني يا باشا انا متاكد. تمام. عمر انت شفت لبنى خطيبه كامل اخوك؟ اه شفتها ساعتها.
وفي حاجه ولا ايه؟ يعني مش حاسس ان كامل يعني عمل موضوع الخطوبه ده بسرعه. وفي حاجه على كامل ولا ايه يا باشا؟ ما تقلقنيش. لا مفيش حاجه خالص، بس يعني التوقيت بتاع ظهورها وظهورك هنا لافت نظري شويه، بس اكيد سعادتك يعني جبت خبرها. اصل انا ما بيقلقنيش غير العلاقات العاطفيه اللي بتحصل فجاه دي. يا حكايه مريم، مريم من ساعتك اللي بتروح لها بالليل. بص يا باشا، انا عارف نظرتك دي، عندها ثلاث اخوات نايمين في البيت، يعني ما ينفعش يكون حصل بيني وبينها حاجه. امال بتروح لها ليه؟ ليه بقى؟ عمر غلبانه، عشان غلبانه يا باشا، غلبانه وفي غربه بتجري على اخواتها. ده ملوش دعوه بسؤالي. اللي هو ايه بقى ساعتك؟ بتروح لها ليه؟ عهد مين ده بقى؟ عهد الله يا عمر. وعهد الله وعهد الله، ما حصل بيني وبينك حاجه يا مريم. امال بتروح لها ليه؟ مستجدعها. بس؟ مستلطفه. عمر احنا متفقين، وحياه ربنا يا باشا ما حصل بيني وبينها حاجه. وبعدين لو عايز احط مع اي واحده من هنا، ما انا هحط من غير ما سعادتك تعرف. مين قال لك اني مش هعرف؟ هو سعادتك ممكن تعرف؟ اكيد. ولا اكني قلت حاجه يا باشا، بس من عمر مريم مش السكه دي. طب يلا يا بطل عشان تروح، عشان كمان ما حدش يستغيبك. انت المفروض كنت مخطوف وتعبان من كتر اللي حصل لك ده. تعرف يا باشا عشان ازوق من سالم عملت ايه؟ قلت له سيبني في حالي بقى، لاني بفكر ارجع مصر نهائي. واكن البلد دي بتقول لي رساله مالكش اكل عيش فيها يا عمر. هايل هايل هايل. دلوقتي سالم هيجري جري على داني يقول له المعلومه دي. انا عايزك بقى تغيب الليله دي وتسيبهم لغايه ما يستووا. وانا هشوف ساعتك تاني امتى يا باشا؟ زي النهارده، من غير ميعاد كده. بقول لك خلي بالك ان المراقبه ممكن تتغير، والمراقبه كمان ممكن تزيد اضعاف اللي كانت عليك. اوعى تحسسهم انك كشفتهم، واوعى تحاول تزاوغ منهم، وخصوصا بعد ما هتقابل داني. وما تحاولش تتصرف اي تصرف غير المعتاد مهما كانت اهميه المعلومه. فاهم؟ عمر انت اهم عندنا من اي معلومه. ساعات بحس يا باشا ان حياتي غاليه عندك انت وبس. انت حياتك غاليه عندنا كلنا، وعندي انا بالذات. بقول لك ايه؟ من هنا على الاوتيل على طول، مفيش مريم. حاضر يا باشا. مفيش مريم. حاضر يا باشا. يلا خلي بالك من نفسك. عهد الله يا عمر، وعهد الله غلبانه. سلام يا باشا، ربنا معاك. بيدافع عن مريم كتير. معنى كده ان هو متعلق بيها. وما دام متعلق بيها يبقى مش شايفها صح. طب انا عايزك تشوف لي حكايه مريم دي ايه. حاضر يا فندم.